بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل الكيمياء الحلقية. والنهاردة إن شاء الله نتكلم على المركبات خماسية الحلقة، يعني 5 membered ring، وفيها ذرتين غير 2 هيتيرو، يعني 2 نيتروجين أو واحدة نيتروجين واحدة أكسجين، واحدة نيتروجين واحدة سلفر كبريت. مهم دايما الاسم، يعني الأيزوكسازول نيتروجين مع أكسجين، أيزوكسازول دي أيزو غير دي اوكسازول على طول، عشان ده واحد وتلاتة، لكن ده واحد واتنين. مهم الكلام اللي انا بقوله ده. الثيازول شبه الاوكسا، بس قلنا السلفر بنرمز له بثيا، الكبريت بيبقى ثيا. البايرازول ده بيحبوه جدا طبعا، واحد واتنين. الاميدازول اتنين نيتروجين بس واحد وتلاتة، يعني ده وده شبه بعض، نيتروجين ونيتروجين على موقع واحد واتنين بيرازول، واحد وتلاتة اميدازول. البيرازول بقى اللي هو له اسم تاني اسمه واحد واتنين ديازول، داي ازول يعني اتنين، داي يعني اتنين، از يعني نيتروجين، اتنين في اتنين نيتروجين، ذرتين نيتروجين. بتحضر ازاي؟ يا اما نفعل الاسيتيلين مع الديازو ميثان، لازم حاجة فيها حاجة تعطينا اتنين نيتروجين، عشان كده قلنا ديازو ميثان اللي هو CH2N2. في وجود الايثر الاسيتيلين اللي هو كربونه، ثلاث كربونات، وهنا اتش وهنا اتش، اوكي ثلاث روابط قصدي، اوكي الاسيتيلين مشهور. طيب هيدينا البيرازول، دي اسهل طريقه. الطريقه الثانيه الهيدرازين. ليه الهيدرازين؟ اهو الهيدرازين، لان الهيدرازين فيه اتنين نيتروجين اللي هو NH2 NH2، ده اسمه هيدرازين. بنفعله مع الايه؟ مع الاسيتايل اسيتون، مع الاسيتايل اسيتون هيديني ايه؟ البيرازول. بس عندي على الموقع هنا وهنا ميثايل، ليه؟ عشان الاسيتايل اسيتون، طبعا انتوا عارفين الاسيتون ولا مش عارفين؟ الاسيتون بنشيل بيه طلاء الاظافر، صح؟ الرمز بتاعه كده، ده الاسيتون اهو، هو ده اسيتايل بقى اللي هي مجموعه CH3 سي دبل بوند او، فدي لازقة في الأسيتون. أسيتال أسيتون عشان يدينا خمس كربونات فيقفل الحلقة، ماشي؟ فهنا الكربونة دي والكربونة دي اهي، الميثايل على الطرف والميثايل على الطرف، السي دبل بوند او والسي دبل بوند او هما اللي يعملوا الرابطة دي والرابطة دي. نفعلهم مع الهيدرازين عشان يكون لي ايه؟ البيرازول، يدخل اتنين نيتروجين. طيب الخواص الطبيعية ليه؟ طبعا القراءة، درجات الغليان والانصهار وكده. خواص الكيميائية يعني تفاعلاته، طبعا ايه احنا حفظنا ازاي بنعمل ايه الريزونانس، اللون بير تكسريها كده، بعدين نعمل ربطة، خلاص كسرناها الطرف ده اهو عمل موجب، وبعدين نعمل كده نكسر تاني، وبعدين اللون بير نطت هنا، نبدأ نقفل. يعني كل الموضوع انت قاعدة تحركي السهم مرة كده ومرة كده مرة كده مرة كده، سهلة جدا جدا جدا. افتكروا ان هنا اربع اشكال فقط. الاستبدال الالكتروفيلي نفس اللي قبله، سلفونيشن ادخال، لو لقيتي كبريتيك حمض الكبريتيك ده هتدخلي SO3، بس اهم حاجة الموقع فين. هل ينفع في موقع اتنين؟ موقع اتنين مشغول في ايه؟ في نيتروجين، ولا تلاتة يبقى في موقع اربعة. بيرازول سلفونيك اسيد، النيتريشن حطيتي HNO3 ده حمض النيتريك اسيد، هندخله في موقع اربعة. يبقى لازم تحطي في بالك البيرازول كل تفاعلاتي تدخل في اربعة. الهالجنة بدخل هالوجين كلور بروم، لو لقيتي على السهم ده تدخليه في موقع اربعة بر. الاسيتايليش اسايل بيرازول اللي هي مجموعة دي سي دبل بوند او سي ال ار، كنا بناخدها في الكيمياء الأروماتية، ماشي؟ السايل بيرازول. بس لاحظوا دي بقى مهمة قوي قوي قوي، مش هتدخل في موقع أربعة، دي هتدخل على النيتروجينة، مهم مهم مهم، هتدخل على النيتروجينة الأولى مكان الهيدروجين. طيب الاختزال بقى عشان أكسر روابط، بدخل هيدروجين يكسر لي أول حاجة، بيكسر رابطة، وبعدين لو حطيته تاني أكسر رابطة تانية، أخليها فارغة خالية من الروابط. اسمه المركب ده ايه؟ بيرازوليدين.
شرحته بالتفصيل في التسمية. تمام، بعض مشتقات البيرازول بقى الانتي بيرين. الانتي بيرين اسمه انتي بيرين، عبارة عن ايه؟ بيرازول، لكن عليه ايه؟ على كل النيتروجين فيها ميثايل، عنده 3 ميثايل، وفي هنا في موقع 5 دبل بوند O. تمام، إيه مش عارفة مهم التحضير ولا لا، على حسب الدكتورة شرحته ولا لا، اللي هو الأسيتايل الإيثايل أسيت وأسيتات مع الفينايل هيدرازين. الفرق بين الهيدرازين والفينايل هيدرازين، فينايل هيدرازين أهو على NH2 NH NH2، فاكرين من شوية خدنا الهيدرازين؟ الهيدرازين لما يكون NH2 NH2 فقط ماسكين في بعض. فينايل هيدرازين تشيلي واحدة من الاتشات دي ومسكيها في حلقة بنزين، مش حلقة البنزين لها اسم تاني اسمها حلقة ايه؟ فينايل، كلمة فينايل هي هي بنزين. خلاص يا حلوين، اوكي. انا مش شايفة ان التفاعل التحضير مهم، بس لو الدكتور ركزت عليه يبقى تحفظوه. ماشي، احفظوا اي حاجة ركزت عليها. اوكي، تاني حاجة من الحاجات اللي هي المشتقات البيرازول حاجة اسمها بيراميدون. البيراميدون ايه؟ عبارة عن ايه؟ بصوا شبه اللي قبله، بس في هنا زيادة ان عليها CH3 CH3. اوكي، يبقى البيراميدون شبه الانتي بايرين بس عليه الجزء ده زيادة، نيتروجين عليها CH3 CH3. يبقى البيراميدون ده مهم جدا. ليه احنا بندرسه؟ عشان هو دواء بيزيل الالم العصبي وبيخفض الحراره. بيراميدون انتي بايريتك، مخفض للحراره. طيب حتى بصوا شايفين ده ليه اسمه الانتي بايرين؟ ليه ذكرناه؟ لانه دواء خافض للحراره. كلمه انتي بايريتك بالانجليزي يعني خافض للحراره، عشان مشتق من الاسم بتاعه انتي بايرين، زي البنادول والفيفادول والحاجات دي والباراسيتامول كل انواع. البيراميدون شبه اخوه، بس بصوا فيه كم مثال؟ 1 2 3 4 5. الانتي بايرين كان فيه كام؟ 3 مثال فقط. اوكي، ديت ده كل ما يتعلق بالبيرازول ومشتقاته. الدوايين دولت مهمين، وهيسألك بيستخدم في ايه، مهم جدا. ندخل بقى في اللي بعده اللي هو اسمه ايه؟ الاميدازول. الاميدازول اخو البيرازول، بس ملاحظين ايه الفرق؟ الاميدازول على موقع النيتروجين 1 و3. اوكي، واقرأوا ان هو بيستخدم في ايه، موجود فين، وموجود في الكافيين وفي حبات القهوة وحبات الكولا. اوكي، وهو كمنبه، زي مثلا عارفين انتوا الباور هورس، واسمه ايه ده، مشروبات الطاقة، البايسن اللي بتشربيه ويسهرك، طبعا خطير جدا، فبيبقى محطوط فيه مادة، دي مادة الهستيدين، لانها مادة منبهة فيها كافيين. المادة دي خطيرة جدا، اللي بيشرب مشروبات الطاقة عشان يسهر خطر خطر خطر، بتزود نبضات القلب، ممكن تؤدي الى الوفاة. اتمنى ان انتوا تحذروا صاحباتكم منها، تحذروا اي حد يعني، اخواتكم دايما الشباب بيحبوها. طب خلونا نشوف كده، هما 4 صفحات عن الاميدازول. اوخ ايوه 4 صفحات، تعالوا نشوفها. فينو اهو. بيقول ايه؟ بيقول ايه اول حاجة ازاي بنحضره؟ بنحضره ان فعل الامونيا NH3، انتبهوا البيرازول كان من فعل هيدرازين، الاميدازول من فعل الامونيا NH3 مع الفورمالدهايد. ايه هو الفورمالدهايد؟ سهل، C C double bond O H H. اوكي، الدهيد عادي فورمالدهايد، او الجلايكوزال. تمام، الفورمالدهايد اهو، الجلايكوزال اهو، التلاتة دول مع الامونيا. ليه انا عملت كده؟ عشان عايزة الكربونة دي. اي انا محتاجة كام كربونة؟ 1 2 3. اخدت كربونة من هنا وكربونتين من هنا، بقى عندي 3 كربونات و2 نيتروجين. يبقى انا دخلت بجزيئين من الامونيا. خلي شغلوا مخكوا دايما.
تعرف إيميدازول يبقى أمونيا مع جلايكوزال، وتعرفي شكله مع الدهيد. لكن بيرازول كنا بنفعل هيدرازين مع الايه، مع الاسيتون. اوكي الاسيتو اسيتون. طيب فهنفعل، حضرت دي احدى الطرق. ممكن برضو افعل ثنائي الكربونيل مع الدهيد وامونيا، يبقى انا برضو اهو نفس ده ونفس ده، بس بدل الاتشات احط ار ار. ليه؟ عشان اجيب مشتقاتها، اجيب ايميدازول بس عليه ار ار كربونات يعني. او افاعل ثنائي نيترات حمض التارتاريك، او حمض التارتاريك عبارة عن ايه؟ حمض التارتاريك اربع كربونات، اول حاجة سي او اتش وتحت سي او اتش وفي النص او اتش او اتش، تارتاريك اسيد مشهور، مع ثنائي نيترو تارتاريك اسيد، بدل الاو اتش اللي هنا احط ان او 2. اوكي مع الفورمالدهايد والامونيا نفس دول هحضر الاميدازول. اوكي طب ايه خواصه؟ خواص طبعا تقرأوها قراءة، الخواص الفيزيائية سهلة قراءة. الخواص الكيميائية بقى بيقولك ان هو مركب ثابت وتقاوم حلقته تفاعلات الاكسدة والاختزال، ما بيحبش ولا يتفاعل بالاكسدة والاختزال. لكن اقدر استخدم فوق اكسيد الهيدروجين اللي هو H2O2 الهيدروجين بيروكسيد عشان افتح الحلقة بتاعته، اكسرها ما خلوهش حلقي. اوكي وبعد كده بيقولك ان هما قواعد ضعيفة، هو البيرازول والإيميدازول. لكن مين اقوى قاعدية؟ الإيميدازول قاعدة اقوى من البيرازول. الإيميدازول مهم الكلام ده ماشي، لكن مين وكذلك الإيميدازول اقوى حمضية من البيرول. اخدنا البيرول في اول حاجة ليه؟ ممكن يجي لك تعليل، بيحبوا التعليل، بسبب التأثير التحريضي الناتج عن ذرة النيتروجين المشابهة للنيتروجين البيريدين، عشان كده هو أقوى حمضية. أوكي طيب تفاعلات الاستبدال الإلكتروفيلي، أهو النيتريك أسيد هدخل نيترو، بس انتبهوا هنا هندخلها في موقع كام؟ أربعة، شبه مين؟ شبه البيرازول، بس انتبهوا هنا بيديني مركبين، مرة على موقع أربعة وموقع خمسة، نقدر نطل يحدث الاستبدال في الموقع أربعة أو خمسة. السلفونيشن برضو يا إما أربعة أو خمسة، SO3H نحطها موقع أربعة أو خمسة في وجود سلفوريك أسيد، احفظوا اللي على السهم. الكلورينيشن عشان ادخل، لو لقيت المركب ده NaOCl اعرفي ان الكلور هيدخل في موقع اربعة. انتبهوا هنا داخل في اربعة وخمسة في نفس الوقت، اربعة وخمسة ثنائي كلور مهم. لكن لو دخلك بروم في وجود تسخين مع مادة الكلوروفورم اللي هي دي، هدخل برضو اربعة وخمسة. اوكي ثنائي برومو ايميدازول، احفظوا اسم. طب بروم مع كلوروفورم مع بدون تسخين، انتبهوا هنا بدون تسخين، يجي يبص على المركب في مكان فاضي، ما فيش غير مكان موقع اتنين، فهو يدخل على الموقع اتنين ماشي، سهلة قوي. الاستالة نفس اللي قبله، اي مركب استالة هنا شبه البيرازول دخل على النيتروجين مهم، ما دخلش في موقع اربعة وخمسة. الالكلة اللي هو ايه؟ الالكلة الكايل جروب اللي هو CH3I او CH3Cl، الميثايل دي معناها دي ام اي يعني ميثايل، دخل فين؟ على الموقع الاول، لو سخنته ينط يجي على موقع اتنين مهم مهم مهم. اوكي عملية الازدواج اللي هو ان هو مع املاح الديازونيوم دايما برضو في موقع اتنين، ديازونيوم سولت اللي هو ده مركب، شايفين C6H5 معناه حلقة بنزين فيها نيتروجين، دبل نيتروجين ماسك في كلور اهي، الكلور يغادر ويدخل المركب على ايه في النص موقع اتنين، تمام دايما الكلور بيغادر. احنا يعتبر كده بفضل الله خلصنا البيرازول والإيميدازول، سهلين جدا. المهم الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، ان الاستالة والالكالة بيدخل على موقع النيتروجين نفسها الا اذا سخنا ويجوا على موقع اتنين، فيما عدا ذلك بيدخل على موقع اربعة وخمسة.
مهم الكلام اللي انا قلته، ان شاء الله نكمل الباقي في الفيديو القادم. اتمنى لكم كل توفيق، لا تنسوني من دعواتكم، في امان الله.